الحمد لله رب العالمين، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. الله عز وجل أكرمني ووفقني بأن تحصلت على هذا المعدل المشرف، الحمد لله بفضل الله عز وجل، ثم بفضل أساتذتي الأفاضل الذين كان بي سندا منذ يعني في طيلة مسيرتي الدراسية، منذ الطور الابتدائي لغاية الطور الثانوي، وخاصة أساتذة البكالوريا يعني الذين درسوني هذه السنة، أشكرهم جزيل الشكر على حبهم وعطائهم، على جهدهم وجدهم واجتهادهم، أشكرهم على كل المجهودات التي بذلوها من أجلي، كذلك أنسى جميع العمال في ثانوية، كذلك والدي الكريمين اللذان تعبا وجدا واجتهدا وجاهدا، أنا أسميه جهاد، فهم جاهدوا معي منذ ولادتي إلى غاية هذا اليوم، فأنا فخورة والحمد لله، أنا سعيدة جدا لأني استطعت أن أشرفهما وأكرمهما، فالفوز الحقيقي أكيد هو يوم القيامة عند الله عز وجل. مبارك لك أختي العزيزة، وهنيئا لك هذا التفوق والنجاح، وأسأل الله أن يحقق لك أمنيتك، وأتمنى أن أصبح أن أغدو مثلك، فأنت قدوتي. فمبارك لك أختي الكريمة، نحن سعداء جدا بهذا النجاح، أسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما يحب ويرضى، ومزيدا من النجاحات والتألق بإذن الله. وهني ابنتي الغالية خولة على هذا التفوق وهذا التتويج، وهي دائما كانت من الأوائل منذ بداية دراستها، وخاصة بعدما أكملت حفظ كتاب الله عز وجل، وهو أكبر تتويج وأكبر إنجاز حققته هذا بفضل الله عز وجل، وبفضل المعلمين والمشايخ الذين وقفوا إلى جانبنا من المدرسة القرآنية بخراطة إلى ومشايخ هناك إلى غاية المدرسة المكفوفي بسطيف، ثم ثانوية الخضر مقلاتي، فالشكر موصول لكل من علم ابنتي، وأتمنى أسأل الله عز وجل أن يتحقق أمنيته، وهي في الذهاب إكمال دراستها بجامعة العلوم الإسلامية بمدينة المنورة، مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني هي تلميذة متميزة من كل النواحي، يعني أخلاقا وعملا،